يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. طبعا لكل الناس هنا مهرجان التسوق 2023 في مدينه جنين. مشاهدينا متابعينا، لكل الناس اللي بتابعنا مشاهدنا موجودين هون في داخل كمان مهرجان التسوق. تعالوا عند مستودع عدوية نزال، في عنا جوائز وهدايا ومسابقة سريعة وأسئلة مش صعبة، أصعب من الصعبة. فكرك بيجوا؟ بيجوا ضروري. بيجوا لأنها أصعب من الصعبة. تعالوا عشان تشاركونا مستودع عدوية نزال. بس قبل ما نبدأ مشوارنا ورحلتنا مع المسابقات والجوائز والهدايا، بس بدنا نحكي مع الدكتور ليحكي لنا عن مستودع عدوية نزال شو بيقدم، لأنه هذا إشي أنا بعتبره حصري ومميز، وخاصة أنا جربت الأدورو. هذا إشي مميز، لبسوني القناع انتعشت وصارت عندي هيك نظارة وقوة وحلو، وصرت حلو أحلى من الأول كمان. صح يا دكتور؟ هلا منتصر، كيف حالك؟ الله يسعدك دكتور. احكي لنا عن مستودع عدوية نزال. احنا مستودع عدوية نزال تأسس بال 97، وحاليا احنا الحمد لله وكلاء لثمان شركات أجنبية. في عنا سيرامات للبشرة، في عنا كبسولات لشعر الإليبس، في عنا جهاز الأدورو للتجميل، في عنا أكثر من منتج متوفرات حاليا بالسوق الفلسطيني. اللي عارضين اليوم احنا مركزين على شركة الفاب الإسبانية، بتختص بمنتجات البشرة، سيرامات مثل فيتامين سي، كمان في عنا كبسولات الشعر مثل شركة الكينو، في عندهم عدة شركات عندهم كبسولات للشعر، سواء بعالج أربع شغلات مثل تكثف الشعر، للشعر اللي في عندهم مشاكل بالتجاعد. فهذه الكبسولات الشعر مهمة جدا، بيقدروا يستخدموها بشكل يومي، بيسهل عليهم التمشيط، بوقف عملية ساقط الشعر. المنتجات الثانية اللي عارضينها هلا مثلا الفيتامين سي، في عندنا كمان الاكتيف فور ورك، احنا عاملين علينا بروموشن هلا اساس انه التوجيهي والتركيز بيحتوي على عدة فيتامينات، فاحنا يعني عاملين على عرض لطلاب التوجيهي. كل المنتجات اليوم مهرجان جنين للتسوق أسعار مخفضة للجمهور، بيقدر يستغل العرض لمدة أيام المهرجان. الأصناف طبعا مرخصة بوزارة الصحة الفلسطينية، متوفرة بضاعتنا بكل سوق الفلسطيني من جنين لحتى رفح. فيعني في عندنا كمان القهوة الكوفي ميكس للتنحيف برضه موجود متوفرة عندنا. في عندنا عدة منتجات بيقدر يجوا يتفضلوا عندنا، في عندنا عينات مجانية، أي واحد بيجي على البوت بياخذ عينات بيقدر يستخدمها ويشوف النتائج ملموسة على الأرض، بعدين صار عنده قناعة بيقدر يشتري، وإذا بده يقدر يشتري عندنا أسعار. يعني بضرب لك مثال، مثلا السيرم عندنا المفروض ينباع ب 86، هلا عاملينه عرض تشجيع على 60 شيكل. فأهلا وسهلا فيكم، أتمنى إنه الأسئلة تكون سهلة والجميع يفوز بالمسابقة. توصيتك يا دكتور. طيب تعالوا عندنا هنا في مسابقة، يعني عن جد مع مستودع عدوية نزال هو وكيل لثمان شركات أجنبية، ولا تنسوا الفوارات، الفوارات عنده إشي مميز، وكمان إيش بعطي انتعاش وطاقة يا جماعة كمان طول النهار. طيب احنا راح نكون مع المسابقة ونشوف الناس الحلوة اللي موجودة هون. انا باعتقاد انه الصبايا والشباب بيختصوا بهالامور وبحبوا هاي الشغلات، لانه في عندنا جوائز وهدايا. انت تشعرنيش ان انا معلم وانت طالب ترفع على اصبعك زي الصف، لا لا لا، خلينا بدون ما ترفع اصبعك. طيب بدنا نبدا مشوارنا بجوائز وهدايا اليوم في مهرجان التسوق 2023 مع مستودع عدوية نزال. لورا لورا لورا، ما تدخليش هنا، يعني مش راح ناخذ واحد اذا بيكون هون جوا. طيب اول شيء اهلا وسهلا فيكم، مستودع عدوية نزال امبارح كنت معانا انت، صح؟ انا بنساش لسه، انا ماخذ من عندهم اشي بخلينيش انسى، هاي المشكله ضد الزهايمر. صح يا دكتور؟ صحيح، الاكتيف فور ورك، شايفين كيف. طيب بدنا نسال سؤال، مين اول واحد راح اسال سؤال؟ تعالي. الصبايا بتحبوا هالشغلات الكم هاي، تعالي 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 تعالي. الصبايا خلوها تدخل، بس ارجعونا لورا حبيبي، على الباب ارجع لي لورا. ايوه تعالي يا، ولابسة أحمر كمان اليوم يا عيني، كملت مع الفوارات والهذا. مرحبا. هلا، كيفك؟ تمام. استخدمتي إشي من مستودع عدوية نزال؟ طبعا، واشتغلت عندهم فترة كمان. اشتغلي فترة كمان صحيح صحيح، جارتنا. نعم صحيح. يا سلام. طب شو رأيك بدون مجاملات، حتى لو الدكتور موجود، هيني حاطط حاجز بيني وبيني. أكيد. ما شاء الله، يعني عن جد، يعني عندك الإليبس إشي خيالي. يعني الإليبس، انت عارفي شو بيعمل الإليبس؟ شو الإليبس؟ عندك عدة أصناف. شو بيعمل للعيش؟ يعني بمنع التساقط، تساقط الشعر، يعني للشعر المتجعد والكثيف، بدك شعر كثيف، إذا بيكون عندك مثلا شعر خفيف، عندك أشياء كثيرة للإليبس، يعني أكثر من نوع وأكثر من استخدام، وكل استخدام أحلى من الثاني. يعني يا سلام، هاي شهادة. طيب الستات لما بيعملوا في شهادات في هالشغلة عن 100 رجل، يعني لأنهم بيعرفوا هاي الأمور أكثر منا، ما شاء الله مبدعين. ذكرني، بحبك أنا على فكرة.
طيب شو اسمك؟ ايش؟ انا ام احمد. ام احمد، عاشت الاسماء يا ام احمد. ام احمد، طيب بما انه عشان بالبشره وشغلات كثير مميزه، بتعرف شو؟ اعطيني شو الفوارات اللي عندهم. بتعرف شو الفوار اللي عندهم؟ ايش؟ انا بعرف الفوارات، قصدك الملتي فيتامين. أيوة. فيتامين سي، كالسيوم، مغنيسيوم، كله ما شاء الله، يعني كلها خرافه. طيب هذا سؤال تدريبي عشان للسؤال الجدي هلا، لانه قال الدكتور صعب عليها. ام احمد، طيب ركزي معي، بتعطيني سريعا الرد ماشي؟ قناة ستاكيوس بأي دولة في العالم؟ ولا بعرفها. بأي دولة؟ بعرف. يا ماليش على الدول أنا بالمرة. مالكيش على الدول؟ لا يا بنت الحلال. قناة ستاكيوس وين؟ في الأذن. في الأذن، الحمد لله على السلامة. هي شطحت، ماليش علاقة في الدول بتقول لك، شطحت على طول. أحمد، يا أحمد بأي دولة؟ شو بعرفني؟ ما هو احنا عملنا لك هيك عشان تموت. طيب أعطونا هدية لأحمد، أعطونا هدية لأحمد يا زكرني، نشوف أول فائزة معنا في مستودع أدوية نزل. مبروك، شو بتحكي له؟ أكيد يعني هذا مستودعي وبيتي الثاني، وما شاء الله يعني مش قدام الدكتور يعني، بس ما شاء الله يعني كل الأشياء في إلهم تميز، وكل سنة بيعملوا مهرجانات وبيدخلوا فيها ما شاء الله، يعني إلهم حيوية ونشاط وإلهم سمعة بتجنن. والله مش من قليل مشغلها عندك كاي، لأنه ما شاء الله مسوق رهيب جدا. أعطيها المايك وأروح أنا. طيب طيب شكرا لك يا ام احمد، شكرا لك يا ام احمد. نشوف بدنا ناس، تعالي تعال تعال تعال، يلا تعال تعال تعال. ربحك؟ انا وعدتك ربحك، بسالك. اما ما وعدتك ربحك، اذا الدكتور بيقول لي ربحك. طيب مرحبا، اهلا وسهلا. شو اسمك؟ احلام. احلام، يا سلام. احلموا وتتحقق احلامكم مع مين؟ مع مستودع ادويه نزال يا جماعه، والحلم صار حقيقة عندهم لأنه عندهم كل شيء مميز. أحلام، طيب شو بتعرف عن مستودعات النزال؟ صراحة أول مرة بعرفها. حلو حلو، بتعرفيش عشان أعرفك يعني. سمعت الدكتور لما حكى عن الشغلات كلها؟ سمعته. شو رأيك؟ هو حسب ما حكى إنه أشياء ممتازة. مش حسب ما حكينا، أكيد من تجارب كتير. أكيد صح، زي ما سمعت. طيب. من الصبية. طيب أحلام، نسألك سؤال. تنتين جنب بعض ما بلمسوا بعض. تنتين جنب بعض ما بلبسوا بعض. العيون. العيون. شو رايك يا دكتور؟ اكيد صح. اكيد صح. الدكتور اي شيء بقول لك صح صح، لانه حابب يربح الناس كلياتها. هو الجواب العيون. يعني انا نفسي يعني حدا يحكي لي جواب صح، بس جوابك ايش؟ صحيح. تحكيش انه جوابي غلط. ليه؟ بس الجواب الاصح العيون. طيب هديه اعطينا يا زكاني، مبروك هديتك. من مين؟ من مستودع الجنسة. شو بتحكي؟ شكرا لكم، وان شاء الله دوام التفوق والنجاح، وان شاء الله بنشوفكم اعلى الشركات الموجوده في الهيئة. اشكرك اشكرك. في منتجات كثير راح تكون موجوده وراح يجي شيء جديد. شو رايك؟ شو دكتور اختار لي، اختار لي حدا انت. أنا. تعال تعال، هذا الشاب، هذا الشاب من بدايه المهرجان لحد اليوم وهو مطاردني. كيف انا معك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ علي. ايش؟ علي. علي، يا علي بيع الجمل واشتري لي ايش يا علي؟ بعرفها؟ بعرفهاش، الحمد لله رب العالمين. طيب علي، شو رايك بهالشيء الحلو؟ ما شاء الله ما شاء الله. انصح الصبايا والشباب يجوا عند مستودع عاد يتنزل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. طيب اسمع، انا مش راح اسالك سؤال لانه انا عارفك مش راح تعرف تجاوب صح. لا. طيب ليش يعني مش راح تجاوب؟ يعني اسالك ما اسال. طيب تنتين ورا جبل بلقطن كل خبر، شو من بعيد تحكيش ممنوع. تنتين ورا الجبال، تنتين ورا الجبال بلقطوا كل خبر. الاذنين الاذنين، تنتين بلقطن كل خبر. دينين اللي ورا جبل. لا لا تزكش حالك، ارجع ارجع ارجع، صار يتمادى شوي شوي زي تبعون البسطات. ايوه مد مد. طيب مبروك عليك هديتك، اعطيني يا زكرني مبروك هديتك من مستودع ادويه نزال. الف مبروك، شو بتحكي لهم؟ يسلموا ايديكم، المشروع هذا بجنن. حلو مشروع بجنن، وانت بتجنن. تعالي، هاي مشاغب البنت، هاي مشاغب كتير. تعالي هذا يا دكتور، دايما لاحقتنا في كل المهرجانات ومتشجعة ما شاء الله عليها. طيب شو اسمك قلتي لي؟ ميار. ميار. ميار شو معنى ميار؟ اتوقع خير و... ميونار. فكرتها ارجيل انت يا زلمي. الخير والعطاء اتوقع. الخير والعطاء،
شوف الاسم يا دكتور كمان. طيب تعالي لهون، كدمي كدمي كدمي. طيب انا بديش اسالك سؤال، بس بدك تحكي لي 5 مرات بسرعه مستودع ادويه نزال بدون ما تغلطي، والدكتور بيقول لي اه ولا لا. يلا مستودع لا 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 بنفعش هذا مستودع لا بسرعه مستودع ادويه نزال. استني استني نزلي ايدك. 1 2 3 مستودع ادويه نزال لا 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 بنفعش بسرعه لا يلا بلشي. مستودع ادويه تنزل مستودع ادويه تنزل مستودع ادويه تنزل مستودع ادويه تنزل مستودع ادويه تنزل. شو يا دكتور صح ولا مشيها؟ خلص مبروك عليك يا ميار، اعطينا يلا مبروك يا ميار المبارك. طيب اختار يا دكتور. ها تعال تعال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا مع مين؟ احمد. احمد انا زي اسمك صح؟ لا انا ما انا اسمي مش احمد، اسمي منتصر. شو معنى منتصر؟ طيب ناس منتصر يعني من يعني شو شو يعني انتصار؟ انتصار ان شاء الله بننتصر كشعب فلسطيني يا رب يا رب. طيب اسمع. نعم يا عمو بدك تشارك؟ مش طالع من البيضة بدي اشارك. والله بيعجبني عن جد انه رهيب بس حلو. تعال تعالوا تعالوا هون جنبه جنبه. تعال تعال احمد. وش اسمك انت؟ بدر. بدر يا عيني على البدر. طلع على البدر عليك. يلا طلع البدر علينا. تعال 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 جوز يلا مع بعض اشوف صوت عالي. طلع البدر علينا. كمل كمل. طلع البدر علينا. مش البيدرو البدرو. طلع البدر علينا. من ثنيات. من ثنيات. ثنيات الوداع. من ثيانات الوداع. من ثيانات الوداع. طيب احنا مع وانت كمان يا اخت. هاي بنت اخته كمان. ما شاء الله العيله كلها هنا في الغرفه عند مستودع عدوي تنزل. ايش اسمها؟ ماسة. اسمها ماسة كمان. اسم راقي. دكتور عن جد الناس كلياتهم هنا مع مستودع النزال وصار مشوار طويل جدا، وكل الناس كنا في رمضان مع مستودع أدوية نزال في جنين في رام الله في الخليل في كل مكان، وهو الأول في هذا المجال. يعني كمان قبل ما نبدأ السؤال مع الشباب اثنين يا دكتور، شو بدنا نحكي للناس اللي وضعوا ثقتهم في مستودع أدوية نزال؟ ثقتهم محلة، واحنا الاصناف اللي بنجيبها طبعا من شركات اجنبيه وحائزه على الجي ام بي اللي هي شهاده الجوده، وعاد ذلك انه الاصناف مسجله بوزاره الصحه الفلسطينيه، وانا كوني صاحب المستودع كصيدلاني بدرس اي صنف قبل ما اسلمه لدائره التسجيل الدوائي بوزاره الصحه، فكل الاصناف اللي عندنا مدروسه ونتائجها على ارض الواقع، وبالعكس ان يعني اي ست بتستخدم المنتج بترضى بتستخدموه، هذا دلاله انه المنتج بيعطي نتيجه، والمنتجات كلها أوروبية ألمانية، يعني ما عندنا منتجات من أي شركات مش معروفة، ونفس المنتج اللي بنباع بألمانيا بنباعنا بسوق الفلسطيني، وهذا الشيء مهم جدا من نوعية المنتج. فبتمنى من أي ست يعني ما تطلع على الإنترنت وتلاقي أي منتج وتشتري، لا بالعكس شوف إنه المستودع له مرخص، المستودع له وكيل، المنتج مرخص بوزارة الصحة ولا لا، أساس تعرف إنه إذا تستخدمه للبشرة يصير عن مضاعفات تقدر تمسك الوكيل، تقدر تشكي عليه لوزارة الصحة. بس من في عنوان؟ طبعا في عنوان، احنا عنواننا متوفر على من جميع الكل بعرفه، وعندنا في خدمه في معد البيع، يعني في عندنا على الواتساب، في عندنا تواصل، في عندنا على الماسنجر، في عندنا على التليفونات، على الفيسبوك يقدروا يتواصلوا على اساس انه اي استفسار عن المنتج كيف استخدامه احنا جاهزين، بالعكس انه كل ليفلت وكل منتج في شرح كامل على كيف استخدامه. اشكرك دكتور اشكرك. احمد وبدر وماسة يا عيني هالشيء الحلو كله هيك متكامل مع بعض. احمد نعم. شو نعم؟ اعطيني. بتعرف تغني؟ بتعرف تنشد؟ اعطيني اغنيه يلا. مثل ايش؟ اي شيء انت حافظه. يلا بسرعه، اذا طولت عن الدقيقه بتروح. شوي شوي استنى استنى. يلا يلا بني اغنيه انت بدك. انا انت اي شيء غني. شوي في اغاني كثيره. اي واحده يلا. شوي اذا الدكتور بيقول صوتك حلو بعطيك هديه، قال صوتك مش حلو في الشديد غني غني اي شيء انت حافظه. يلا طلع البدر. هاي مش اغنية حبيبي، نشيد الله لا يعطيك اياه الا العافية. يلا شوي استنى. يلا شوي استنى شوي. شاطر شاطر. يلا شاطر انت السؤال غيرها. اذا بتغني بتوخر. يلا شوي استنى بسرعة. شوي استنى في اغنية. ايوه جاهز جاهز. مش جاهز بس حتاخذ هدية. حافظ اغنية بدر؟ شو يلا طالع البدر. اي نشيد نشيد. يلا عيد 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 يلا عيد عيد. يلا تشنجوا اثنين فراحت عليكم الهديه. ما ادري
هذا بغني؟ تعال شو شو طيب يلا 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 حفت انشودي يلا انشودي شو اسمها هاي تبعت طارق الناطور الشهيد يلا سمعني بأمرك من غفير احتار طلع رفض يخطب من الدنيا خطب يا أمتي من الحور بس مش حافظة بس هيك مش حافظها كلها شو رأيك يا دكتور؟ ربحوا خلاص غلبناه قطعت نفسي يا زلم طيب خلاص يلا أعطيها هدية بستاهل طيب مبروك قال تعرف تغني؟ تعال هيو 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 خلاص آخر واحد آخر واحد تعال تعال يلا شوف شو اسمك؟ جود إيش؟ جود جود؟ يلا شو بدك غني؟ منصيدك يا علي علي صوتك علي علي صفقوله صفقوله معاه يلا منصيدك يا ضار علي منصيدك علي 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 أني بنسى ذنب وجوحي بنساقي ضار منصيدك يا ضار أهلي منصيدك يا ضار أني بنسى ذنب بنساقي يا ضار سامع شيء يا دكتور؟ سؤال الله مش سامع شيء طيب خليك 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 معي خليك معي طيب ضايل عندنا آخر هدية راح نعطيها هدية راح نعطيها هدية بس بدنا واحد كبير هالمرة تعال لا هذول هون لا هون ولا واحد وين تعال 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 شو تعال تعال شو اسمك ورد بسام ايش ورد بسام ورد وبسام يعني ورد هو ورد وبسام مبتسم كمان يعني اسمين مرات شو معنى بسام ايه بسام شو يعني بسام بسمته جميلة بسمته جميلة شو رأيك بسمته جميلة صحيح بسمتك جميلة اسلم طيب اسمع مبارح سأل السؤال بس في حدا ما عرفه او عرفوه يمكن يمكن عرفوه شو وشو بتقول شو شو طيب اسمع هلا في عنا شو الشيء اللي بوصلك للدار جريك لا مش جريك الشارع شو الشارع الطريق الطريق صح الشارع الطريق صح مش رجليك صح مزبوط طيب اعطونا هدية ذكرني يلا خلص نحن صوتي حلو بجود بالقرآن بجود سمعني يلا إلو إلو هدية بسم الله الرحمن الرحيم يلا جود اول شي خذ هديتك وجود يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم الله يستاهل سفك عام يلا ما شاء الله عليك مبروك وشكرا يسلموا طيب أنا وصلنا بس هذا أعطوه هدية كمان هاي آخر واحد له هدية منكون هيك وصلنا دكتور بس كلمة لهون خلص خلصنا خلصنا خذ هديتك مبروك يا بطل شو بتقول للناس في الآخر يعني مستودعات نزال في ختام جولتنا اليوم في عالم المسابقات بشكرهم على حضورهم وثقتهم فينا وإحنا إن شاء الله رب العالمين راح نعمل جوائز يزورونا خلال المهرجان وفي جوائز كل يوم وأكثر وأكثر وشرفتونا وأهلا وسهلا أشكرك يعطيك العافية أشكرك طيب مشاهدينا متابعينا بنكون مع مستودع أدوية نزال بنكون أنهينا جولتنا اليوم ولكن تعالوا على مستودع أدوية نزال لأنه في عنده عروض طفت الكهرباء طيب في عنده عروض وجوائز وهدايا وكمان عنده عروض خصومات لنهاية شهر طبعا 6 أيام مهرجان تسوق 2023 عنوانكم خليه وين على مستودع أدوية نزال شكرا لكم مشاهدين متابعينا شكرا لزميل وراء الكاميرا محمد الفار طبعا في البث المباشر براء عمر ومني أنا منتصر العناني